هم ممكن يكونوا صاحبين للناس اللي كانت بتاخد الكورس وقتها بس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهارده على الورد بيجيدين، وهنتكلم تحديدا على الورد بيك. زي ما احنا فاكرين من قبل كده، احنا عندنا المفروض الورد بتاعتنا سبع عدد. عشان نعرف نتعامل معاها عاوزين نطلع فيكتور ريبريزنتنج أكثر من كده، لو أنا كان دي دوبل كاملة، يعني مجموعة فلويدز، أو بعمل ريبريزنتيشن برضه عايز فيكتور ريبريزنت الدوبل كلها. لو أنتوا فاكرين إحنا عملناها قبل كده بالـ CF IDF المرة اللي فاتت، كان عايز دوبل كاملة وأقدر أرسمها فيكتور وأقول هل البيرتو بتاعها سيميلر للبيرتو بتاع دكتور الثانية ولا لا؟ نعرف نعمل أكثر شوية من كده، يعني أنا النهارده عايز أعمل من الكاش دي واحد أنا عايزين أوريدي كلمة زي كده أو أعمل بيرتو بتاعها على مستوى الكلمة. الصعوبة في ايه؟ يعني الموضوع مفهوم، ممكن ندي كل كلمة أصلاً ليها فكرة، واحنا عملنا الكلام ده قبل كده لما كان عندنا الورد عملنا 1 4 انكود، الحين بقى كل كلمة ليها الانكود بتاعها، كان شكله ايه؟ لو احنا عاملين الفكر لو احنا عندنا كده البوكا بتاعنا فين؟ كلمة اثنين ثلاثة لغاية أكثر من كلمة من رقم واحد لغاية رقم واحد. كنا بنكتب كل واحدة من دول نعمل لها فيكتور. الفيكتور ده الثاني كان بتقول له ميت. نوم هو نحط دي 1 بداية النوم الصفار. نفس الكلام نمرة ثلاثة دي هي من دي 1 بين كلهم اصفار لغاية آخر واحدة في المتكلم. كلهم اصفار لغاية آخر واحدة في واحد. ده كنت بتسميه وان هوب انكودنج. إيه العيوب بتاعت وان هوب انكودنج؟ عندنا كتير. واي نوت يوزنج وان هوب انكودنج؟ أول حاجة الفيكتور تو لونج، تخيل لو أنت عندك مثلا لو البكرة تو مية ألف كيلو، ده كلام منطقي يعني تبقى عندك البكرة تو مية ألف كيلو، يبقى ساعتها الفيكتور تو مية ألف لكل كلمة. فعلا هيبقى جدا في الشرط بتاعتك. ان الفيكتور ده ملوش علاقه بالكومبلكس نو ريليشن بتوين الورد فيكتور الكومبلكس. بمعنى تاني لو انا كنت عامل نفس الكلمات زي كده كلمة الإي كلمة زي أحمد كلمة زي أورنج كلمة زي لي كلمة زي سكول كلمة زي كار. لو جينا نقول إي دي بتيجي معاها حتة السياق أبل إيه أبل ممكن أورنج ايت بليز غالبا ما بتجيش في السياق، ايت كار غالبا ما بتجيش في السياق وهكذا. فانا عاوز الامبيدنج بتاع الويب افكت في المدى في كل كلمه يبقى الى حد ما يوم مع بعض تكون سيبلنج.
دول مع بعض كله سيلر. يبقى الفاكتور بتاعت الكلمات اللي تيجي في نفس الكونتكست نفس السياقات تكون قريبه من بعضها. يعني لو جبت الديستنس ما بينهم تكون الديستنس صغيره ده احنا قايلينه. بينما الحاجات البعيده ما تبقاش كده. مثال ثاني ثم كينج كوين. المفروض دول الاثنين في نفس الكونتكست نفس السياقات كينج كوين. فبالتالي عاوز كلمة كلمة مين يتفاعلوا لحد ما قريبين من بعض. ده اللي احنا بندور عليه. الكلام ده جه من ازاي؟ يون ون تو باك ده تكنيك في بي تي في الثانية. ان لير تمام. هتعمل ماشين ليرنينج موديل يعني ده مش فاينل. ماشين ليرنينج موديل الانبوت بتاعه تبقى تكست تكست عادي طبعا ممكن ممكن باراجراف هتاخدها لمين تيجي مثلا فروم ويكيبيديا في خبر كويس هنا انا مش محتاج اعمل كنوتيشن كده نور مين فور كنوتيشن لان هي اوريدي تعتبر كنوتيشن فتقول الكلمه مين جت ده الكلمه دي ما هو في نفس الجمله فانت خلاص خلصت ال دي في الكونتكست ال دي مش في الكونتكست بتاعك فبالتالي مش محتاج اعمل كنوتيشن فجمع دوكيمنتس بالملايين مفيش مشكله ودرب الموديل بتاعك لو بروح كل ده عشان يطلع لك احسن بيكتب مثلا الكلمات والشرط الرئيسي الثاني ان هو يراعي السيميلاريتي بين الكلمات اللي بينهم بعض ده احنا عارفين يعني كده وضع الجاكيت بتاعنا ليه بنعمل الوقت بيك هذا ما كنا بنعمل في اف اي دي اس او بنعمل الكوميلا كده الباك الباك وورد العاديه وبنعمل وان تو في عندنا حاجتين ممكن نستخدمهم في الكود في واحد اسمها كونتينيوس باك كود اسمها سكيب جراند موديل الاثنين دول يتبعوا الورد تو باك يعني دي ودي الاثنين دول ورد تو باك بس دي الابروتش فيه ايه الفروق ما بينهم؟ تعالى نبص الكونتينوس باك فورد موديل هي طبعا زي ما قلنا زمان هي الباك يعني الفورد ده ما يهمنيش دي بتعمل ايه؟ في البريدك في الميدل وير بيفتح في الراوند كونتكست وير دي الفكره بتاعتها خليني اقول لك الفكره من بالك هو عاوز يعمل ايه؟ وبعدين ارجع اتكلم لك بقى في الاثنين احنا عندنا كده ادي وورد 1 وورد 2 وورد 3 4 5 6 7 دي عباره عن جمله طالما هي جمله في السياق بتاعها اللي انا عاوز اقوله ورد تو ورد بيجي معاه ايه السياق بيجي معاه ورد تو بيجي معاه ورد تو طب هم مرتبطين بيها طب ورد تو ورد تو بتيجي معاها بس بتجيب شويه ورد تو بس الكلام طب ورد تو بتيجي معاه ورد تو بس بعيده شويتين عنها ورد تو نفس الكلام يبقى احنا عاوزين نتمنى كاننا بنقول كده انا عايز ادور على ورد والوقت ادي ورد بتاعتي ويندو بحط فيها الكونتكست نيم اللي بعتمد فيها في واحد اسمه ويندو صغيره زي كده
واحدة قبل واحدة بعد واحدة قبل الأولى كبيرة زي كده دي كونكتور برضه في كلا الحالات الكلمة دي موجودة في الوسط يعني الكلمة دي موجودة في السنتر وفي الوسط فنبدأ من المعروف في المدينة هو الذكرة بتاعت الوسط هذه عندك السياق اهو ذكر الكلمة دي يكون إلى حد ما سيميلر من ذكر بتاع الكلمة دي السمنة اللي فيه كده يعني لو جبت البزنس ما بينهم بأي بزنس تاجر سينيا بزنس بروفايل في ميلاند وسفر تطلع تشوف الفكرة دي من بعضيها إن مثلا دي دي مثلا دي قبل هنا مثلا بول ايكون الولد دي فينفع برضه تشوف لو كبرت الموضوع شوية تبقى تفهم الكلمتين دول كمان هم قريبين لدي يعني بتضحك وبالتالي هم قريبين لدي هم قريبين كمان مرة نحن الكلام ده ازاي في عرض حلين عشان يحاول يعلم الموديل اللي طبع له سمينات البحر الحل الاول قول له بص ادي مثلا ورد 2 وادي ورد 3 وادي ورد 5 وادي ورد 6 قول لي انت بقى ايه الكلمه اللي تنفع للحرف هنا خطه حرفه او موديل الكابتر ايه كلمه الكلمه اللي بتتناسب مع السياق ده يبقى كده هو هيتعلم وانا بقول له بقول دي تيجي مع الكلمه دي هو مع الوقت هيتعلم الشكل الكلمه اللي في الوسط تجيب الكلمات اللي حواليها وهو هيحط الوزن هي الكلمه دي ده حل الحل الثاني اعمل العكس انا هديه الكلمه دي موديل اللي هي عباره عن موديل فور بعد كده اقول له انا عاوز اتعلم ان الورد فور دي بتيجي مع ورد 2 مع ورد 3 مع ورد 5 مع ورد 6 دي مرتبطه ببعض يعني اما تجي لك ورد 4 طلع لي تعال هنا في الشبه كده خلي الموضوع واحد من الدكتور انا عاوز اخليك وورد 4 تطلع لي الكلمات دي طول ما تكون معاك في السيرة هذه الطريقة والموديل الثاني اللي بنتكلم عليه فوق اللي هو ده هذه الموديل بقول له لما تجي لك الاربع كلمات دول word 2 word 3 word 5 word 6 تطلع لي ايه بقى؟ ايه الكلمه اللي بتيجي مع الكلمات دول؟ هتقول لي عباره عن word 4 احنا بنطلع عليها يبقى كده عندنا سيكون موديل ادي موديل وادي موديل والاثنين موديل دول بيحصلهم learning بيز على ان انا بجيب الام عباره عن ايه؟ المفروض يبقى الاوت بوت ها؟ الكلمه دي بتقول الاوت بوت كان اللي فاتت يا بدي لك السياق بتقول لي الكلمه دي ايه؟ يا بدي لك الكلمه دي بتقول لي دي السياقات ايه؟ نوع مرضى كل الكلمتين اللي عندنا ودول الاثنين شغالين كل ما بينهم بوت بوت شوف احنا بايه؟ هيمشي ازاي؟ هذه أول واحدة. تنتينو بس هو الفور. هم رأوا فيها كده. يقولوا لي هو الفور ده يعتبر رقم واحد ولا رقم اثنين. لكن ما نقدر نتكلم برضه ده. أرجع مرة ثانية. تاخد الفور ده تصير له أول الفور ده يعتبر أنا واحد فيه واحد ولا اثنين. أنا مستني. بياخد الكونتكست ويرجع الورد اللي هو الاولاني صح نسمع الرئيس
ايه رايك؟ شايفينها يا شباب ولا مش واضحة عندكم؟ بصوا بيقول ايه اهو؟ بيبريدكت ميديكال بيرجع على السراوند كونتكس، يعني هو واخد السراوند كونتكس ده جنبه هايبر ريتد ميديكال عارف الجمهور بتاعتها مين اللي اخذ السراوند بيبريدكت الكلمه ده الاولاني يبقى ده احنا سميناه كونتينوس باك اوف. سؤال ثاني ليه سميناه باك اوف؟ ايه رايك؟ ان في كلمات كتير في الكونتكست لان التركيز بتوع الكلمات الاربعه دول ما يفرقش بالنسبه لي في حاجه. المهم ما هتعملش دي قبل دي ولا دي بعد دي. هو الاهم انت رحت شفت قد ايه فدي الكلمات اللي جوه الويندو بتاعك. كل زيها في الكتير ويندو كبيره باربع كلمات ويندو اكبر بست كلمات على حسب. لكن التركيز دول ما يفرقش بالنسبه لي. اكتشف ان انا في 200 ونص بس. بالتالي طب التاني اللي بتكلم عليه هو السكيب جرامر. Predict words with effective range before and after transfer. تاني اهو. Predict words with word لحظة. With effective range before and after transfer. بمعنى تاني انا اديت الترانسفير ده فرق ايه؟ هو هيبريدكت الكلمات وردة اللي موجودة في السياق بتاعي. يبقى ده هو الموديل الثاني اللي هو ده. يبقى ده السكيب كده. اديني كلمة تحاول تثبت اللي حواليها. كده انت ربطت الكلمة بالسياق اللي حواليها. ربطت الكلمة بالسياق اللي حواليها. دول الطريقتين اللي بقول لك وراهم. طب خد موديل بريدكت وورد جيبل انيبل. تبقى موديل بريدكت الكونتكست given the word كده هو عايز يكون بره عباره عن واحد منهم بس مش شرح فهناخد السكيب جرامر بس الاول انا عاوز اعرف ايهما افضل ده ولا ده ومره ثانيه الاثنين موديل اتعلمه من الكونتكست بس واحد تديله واحده واقول له خبي دول اللي بيجي مع دي يجي مع دي الثاني بديني كونتكست واقول له في الانترفيتنج تتوقع ايه في الوسط يكون قبلها وبعدها كلمات في المحتاج. ادي نفس الفكره الثانيه هنا في الجوال واحد منهم ياخد الكلمات في الكونتكست ويطلع الكلمات. وادي الموديل. واحد منهم ياخد الكلمه ويطلع الكونتكست اللي بيجي جدا لو هو وتقدر تقول دارت سكيب جراند. السكيب جراند وورك سيمبل سمول اماونت اوف اليمينيشن. ادي الميزه بتاعته. لو عندك ميزه قليله او كومبيتيشن الريسورس بتاعتك قليله فمركز كده في الحل. حاجه ثانيه حاجة تانية. بيربريزنت الرير ويرز. يعني لو كلمات كتير قليل قوي في السياقات بتاعتك. مثلا انت جمعت 10,000 دولار من الويكي ليبيا. في مثلا كلمة مثلا الفرنسا. بس كم قليل قوي من 10,000 دولار في الويكي. مين هيعمل لها البرزنتيشن تحت؟ مين هيطلقها وورد فيكتور احسن هل سكيب بلان ولا سكيب باد اوف وورد؟ السكيب بلان بيطلع ازاي احسن؟ دي الفكره بتاعتي هو كمان بيزيد الريل وورد كويس فده الهدف الثاني بتاعي. الكونتينر باد اوف وورد مميزاته الاول ميزه سريع يعني لو نفس الباراجرافات هتديها للاولاني والثاني
ستودنت باك فورورد بيبقى اسرع بتاعها. حاجه ثانيه سلايس ميك بيتر اكتيفيتي بالكلمات اللي بتتكرر كتير. يعني لو ما عندكش كلمات بتتكرر كتير كلمات لا بتتكرر كتير عندك ساعتها الفيكتور اللي طالع من هنا هيبقى احسن شويه سلايس من اللي طالع من هنا. لو انت متوقع ان عندك كلمات كتيره كده مش فريكوينت ما بتتكررش كتير او مش قادر تعمل تريننج لعدد فصل قوي ملايين للملايين 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 احسن. مثلا يعني تجيب جرام موديل تبقى شويه نقط اوف ذا تايم ده اللي بيحصل بس الكمبيوتر بتاعه. الابيلتي تو بريدكت انفريكوينت لود حاجه و الانجليزي بتشتغل دي المشكله بقى اللي هو بيحصل انتشار طاقه عاليه. يبقى الاختصار ايه؟ وكل واحد فيهم ده طريق وده بيدي الريل وورد احسن زي ما هنشوف بعد شويه. هنستخدم في كيف جراف اكتر يعني زي ما في ناس غير الدكتور مش هتقول كله بالتالي اكيد مهم الريل وورد. طب والسرعه كان حاسس ده حاجه نيجاتيف سامبلي كيف يتعلم اسرع كافه التسليم بقيت بفكر لما بفكر في التاريخ في نفس الوقت غير ولد ممثلة احسن. نتكلم بقى على الكيب جامد كيب مود او الكيب جامد بلاير الكيب جامد مهمة وات ويت فور ويتش ار ان جراند او اللاب توب في السكيل. فانت بتحط مجموعه ضعيفه في البعيد اللي هي الويندو بتاعك The context of work can be represented through set of skill grant players on context work context work where context work appears in the neighboring system. هنشوف مثال ليها. عايز تبقى هنا. The white girl shared the vodka. ادي كلمة واحدة. الكلمة دي فيها ثمان كلمات. عاوزين ناخد ويندوز 5 ونجرب عليه. ويندوز 5 هو بيعتبره السياق بتاعه. بص على الرسوم هنا. انا هاخد الرسوم ده ايه؟ لو انا هاخد ويندوز 5 بتاعه 2 المفروض الويندوز 5 اللي على اليمين او اللي على الشمال. بمعنى ثاني لو ادي جمله ادي 2 قبلها 2 بعدها. فكده الويندوز 5 هنسميه 2 مش 4. طب هو فين كل جنب ويديك السن؟ وبالتالي لو احنا عملنا كده هنا السلايد هيبقى 3 1 2 3 1 2 ده المفروض ويندوز 5. تعال في المثال ده ونشوف قدر المشكله بتاعت الباور. انا واخد ويندوز 5 2 على خطين قبل 2 بعد. هاخد السن بتاعت واي وقبلها زي واي بعدها ترو واي بعدها شيل هذه الزاد دي ممكن موجودة عندي فانا واقع عند كلمة واي. طب لو واقع عند كلمة دي اطلع كام بير هي مع الاولانية وهي مع الثانية اهي مع واي ومع رو وهي كمان مع ان ومعها طلعت اربعة بير كلمة بتقول كل كلمة بتيجي مع مين؟ كل كلمة بتيجي مع مين؟ هيعتمد على الويندوز 5 قد ايه؟ الماكسيمم بتاعي هو الرقم ده 2. انت بتقول 2 يعني 2 قبل و 2 بعد. طب ليه المدة الماكسيمم؟ لان لما انت بتتقرب للباور مثلا زي كلمة صلاة هتاخد معاها الوقت زي الكلمة اللي قبلها، مفيش بعدها حاجة زي دي. لما اختار كلمة واي حتى قبلها واحد نفس الكلام تاني لو انت صلحت يوم صلحت ثلاثة واحدة تجمع واحدة تجمع كلمة اثنين ثلاثة اهو طب هنا واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة اهو
6% اللي في الاخر هي جابت 40%. كده انت بتجهز الفريرز اللي هتعلم فيها المجال بتاعك. كانك بتسلمه مره ثانيه الكلمه دي بتيجي مع ايه؟ الكلمه دي بتيجي مع ده، الكلمه دي بتيجي مع هو. هو المفروض انت تتعلم بقى مين بتيجي مع مين. هات شكل المولد بتاعك. زي ما قلنا انا بفهمه الكلمه وبقول له قول لي ايه الكلمات اللي بتيجي في السياق بتاعي. ثم هو يتعلم. بعد ما يتعلم من هنا. هنشوف الكلام ده دلوقتي. الفيكتور ده في الاخر هو اللي بيطلع هو. اهو بص الفيكتور ده هو اللي بيطلع هو. فده الفيكتور اللي يمثل الكلمه دي. وهنشوف الكلام ده دلوقتي. The model uses a neural network of one hidden layer دي. هي البوزيشن. To collect the next important one. هو هيبريك ده ده. الكلمات دي معاك. طب النص بيكون ايه؟ هو ازاي هيكتب الكلمات دول وشكل بيت الكلمات؟ يعني فين انا عندي 10,000 كلمه. لا تتوقع ان في 10,000 كلمه. هو ازاي هيكتب الاربعه دول بس؟ اقول لك هيعملها ازاي؟ الموديل اما دخلت الكلمه دي هيطلع لي اوتبوت لل 10,000 كلمه كلهم. بس بالبروبيلتي مختلف. انا اخد اربع بروبيلتي يكون هم الاربع كلمات اللي بيشتغلوا. هرجع لورا تاني. انا عاوز ادخله كلمه واي. يبقى اخد اربع بروبيلتي يبقى ايه؟ جراف وور شيب. دخلت له الكلمه دي اعلى اربع بروبيلتي تيجي مع واي وور شيب. طب وبقيه الكلمات اصلا بروبيلتي قليله كلمه هو ما تجيش معايا، ما تجيش معايا الويندو بتاعي. فده اللي هو هيعمله. يبقى هنيجي مره ثانيه في الموديل ده الاول كونسيبتي بروبيلتي لكل الكلمات اللي في البكره. بس اعلى بروبيلتي بتاع الكلمات اللي في الكونسيبت. يبقى دي حاجه في المليل ترتبط الاربع كلمات دول. دي الفكره بتاعتها. هذا هو الموديل بتبتدي تو ماكسمايز اهي البروبيلتي بتاع الجزء الفور كونسيبت. Given the set of words that I have here. Then the objective is to learn word vector representation, montage. And at the end, I have a representation that I will. Then I have a lesson in the model limit. In the end, the vector is the same as the vector. The vector is not the same as the vector. This is the vector. We can find out. بص تاني كده. هل كان كلير؟ دي دايمنشن. خليني ارجع واقع للدرجة. انا بدخل كلمة من هنا اطلع دي. بدخل كلمة دي ازاي؟ ايه رأيك؟ بدخل الكلمة دي نفسي بتاع حروف وبدخلها ازاي؟ تفتكر ممكن يعمل ايه؟ يا شباب سؤال اكثر احنا بنكتب البروتوكولات الكلمات ازاي بتبقى قديمه قبل الوصف بس كنا بنبروتوكولات ايه؟ الوصف هو انكودر تمام ولا انت كان انكودنج؟ صح والله هو انكودنج يبقى الكلمه اللي انت بتدخلها خمس كلمات ورا بعض بس كده والبروبيلتي لما تطلع بره ما تطلعش بره من كل واحد يبقى مره ثانيه الانبوت لاير بتاعتنا طولها دي دايمنشن دي ده اللي هو الفوكابل ده معناه ان هو فاكر كمان وان هوكس خلي الفيكتور ده كده 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ذكر كل دي كل الفكره ده ده عندنا هنا في الورق كده اهو ادي النفس ادي الويل
ده الموديل بتاعك. عملت بروجكشن، كان بروجكشن بروجكشن البروجكشن ده اخد فيه اخد من هنا في ايه؟ طلع لها بروجكشن دي تبدا بروجكشن واحد ثاني زي ما هو يطلع تطلع تطلع. بعد كده انا عاوز اطلع الجرافيك بتاع كل واحده من دول تطلع ازاي؟ هتضرب بقى ويب ثانيه هيك. خليها بلون ثاني عشان اطلع الضغط اللي هيبقى فيه جرافيك بتاع كل واحد. دي الفكره بتاعتنا. نكمل عليها. فأخذ كورس كبريان موديل نقطة من غير الكونتكت كورس بالك، لكن أنا هدفي ما انساهوش. أنا بدور على نقطة البريزنت الكلمة. أنا عاوز البريزنت اللي بيجي بوريت على الكلمات تحت الكورس. بمعنى لو كانت أنا هدفي الشركة دي بص أهو ده اللي بدور عليه. بعد ما دخلت الكلمة دي وأنا أحط الكود وده تطلع اعلى probability الكلمات اللي تحت السياق ده اللي على بروجكت هنا يبقى هو الفيكتور ده اللي بيطلع اعلى probability الكلمات. مش هات الكلمات دي قلت انا هات الفيكتور ده هو ده الكلمه دي كانت داخله انت لو هم بتاعها خد الفيكتور ده يبقى كده. عندنا ميزه ثانيه حلوه جدا الفيكتور ده هيبقى فيه قد ايه؟ دي بتاعتك انت. انت في الليست الصغيره دي بتدخل هنا وتطلع منهم دي. طب هنا عاوز اتحرك على الايه؟ انا اخترت على الان. الان دي مش مهمه بس هو 100 بعاوز الفكره ما يطلع فكره الفكره ممكن تبقى الان بتساوي 300 دي حاجه كومن في حاجات فعلا الجول بتاعتي بتطلع 10% دي فعلا بتطلع 300 لكن في الاخر انت بتكيو زي ما انت عايز. اخر ايه؟ يو ار ميثود بتوبتمايز الويب عشان تكوركت البيت اوت عشان يطلع على الارض البحر. انا شفت الموديل بيشتغل ازاي كده بشكل. نورت بس في الجنان the web methods are inside the vector representation of the world. وبتوبتمايز الويب. في الريال لايف بنستخدم انهي سيميلاريتي؟ الكوساين سيميلاريتي. مش الريال سيميلاريتي. بمعنى انت عاوز تشوف السيميلاريتي ما بين الفيكتور بتاع الكلمات اللي هنا دول والفيكتور ده. اما تيجي تكتب سيميلاريتي مش هتلاقي فيكتور وفرق سيميلاريتي. تعالى نشوف كده فرق سيميلاريتي كان بيشتغل ازاي. ادي فيكتور ادي فيكتور ادي فيكتور ادي فيكتور ثاني فيكتور فيكتور عندنا ثلاثة كده واحد اثنين ثلاثة. مين البط سيميلار؟ اهو الاثنين شبه متطابقين. بعد كده ده اللي هو اللي ايه؟ وده بس البنيه بتطلع الكلام ده بين على الزاويه دي كانت موجوده هنا هنا ثيتا بتساوي صفر هنا ثيتا بتساوي 10 هنا مثلا ثيتا بتساوي 3 كوساين صفر هنا لو هو مثلا كوساين 0 ده 1 كوساين 90 لو هو مش سيميلار خالص حاجه زي كده كوساين 90 بيساوي صفر
يبقى ده سيميلر تماما، ده مش سيميلر خالص. وبالتالي لو انت جبت كوساين ثيتا ده بالنسبه لنا بتريبريزنت سيميلر. طب بنجيب كوساين ثيتا ازاي؟ لو عندنا فيكتور A دوت فيكتور تاني B عبارة عن A في B كوساين ثيتا، أنا أوريدي عندي كل الفيكتور، أدي الفيكتور A والفيكتور B U V وهكذا. يبقى كوساين ثيتا عبارة عن A دوت B على السور بتاعي، ايه السور بتاعي؟ وبالتالي اضغط كوساين ثيتا ده بقى على طول سيميلاريتي لاي فيكتور. طب احنا بنشتغل بيه اللي هي كوساين سيميلاريتي، مش انك تفضل ايه كده؟ والبي والبي اللي فيه الفيكتور او السكوير اللي فيه. احنا بنفضل مش بنفضل تيجي في المدرسة بين الاثنين. لسه عشان ده انت عارف ان الكمبيوتر كله سنه ناخد مثال عملي. فرد ده الكلام اللي موجود عندي في الكورس كله. طب دول كام كلمه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كلمات. بس احنا بنكررها مش عاوزين. ده موجود هنا وهنا وهنا. يبقى 20 الكلام اخد منهم واحدة بتبقى 10 كلمات. اهو عندي 8 كلمات اللي انا بكررها. هتلاقي بقى 20 هنعملها ازاي؟ خد بالك بقى في الريال لايف صار مكتوب قد ايه؟ 100 مليون كسور. وضحت جدا. هناخد التكسير بفايل بواحد. بالسهولة في المثال بتاعنا. يعني واحد قبلي واحد بعد كلمة قبلي وكلمة بعد زي كده فاصل قبلها هو بعدها الكلمة الجملة بتاعتها كلها. تعرف كده بس ادي الكلمات اللي عندي اللي هم ال 10 كلمات ده مليون مش عارف ايه دي كل الكلمات اللي موجوده عندي. التايم كلوك بتاعي هعمل وان مور تيم فوق دي هل الكلمات الاساسيه ديمان فاصل كونسبت دور والعثمانيه اللي هو اليمين ده اللي هو الجي دايمنشن بتاعتنا وكل هنا يبقى الجي دايمنشن اللي عاملينه هنا بقى وان اوبتين كودو لكن هتلاقي لو نفس كلمه قررت مرتين هتاخد نفس الكود بتاعها كده عملت الكود بتاعها. ادي الموديل برودكشن بتاعها زي ما قلنا من شويه الفي هنا هتبقى كام؟ 8 الان هنتكلم مع بعض عايز الفيكتور بتاع كل كلمه تكون قد ايه؟ الاوتبوت دي في كل الكلمات بتاعتها اتعملت الكورنر في كام كلمه؟ هتشوفه وكل واحد يبقى كام ايه؟ يجيب العيشه بتاعها زي ما شفت. ادي نفس الرقم اهي. بص هنا ادي الام بي الكلمه داخله وان هوك وكل الكلمه اللي هي السنتر لوك ده داخله هنا. ادي هنا باكج هو نتورك كل دول كونكتد مع بعض كده اهو. عندي الويت سميته الامبوت ويت هيطلع الويت ده الهيدر لاير دي ده الهدف بتاعي يعني ده اللي هيبقى في الاسم الورك بيدج اوب كلمة دي ده انا هاخده في النهاية نكمل الكلمة دي هاخدها اطلع
الاوتبوت لاير بتاعتنا. الاوتبوت لاير برضه ستيل هيبقى عندي نتورك ثانيه. probability of each word موجوده في الكونتكست. يعني لكل كلمه عندي هتقول البروبابيلتي بتاعتها كام انها تجمع الكلمه دي. اللي هو كلمه فاكهه بتستعمل ارقام. اما 10 كلمات او 8 كلمات كل واحد فيهم البروبابيلتي قد ايه انها تجمع الكلمه بتاعتها. انا اوريدي عارف ان الداتا بتاعتي نسبه قد ايه من كل الكلمات دي بتجمع لي فعندي كل واحده منهم الكلمات اللي هي ونص تقارن بقى تقدر تعرف قصه عندك. ناخد مثال بص كده هذه الكلمات اللي عندك فاصل فاصل دي وظبوط ده هو في الجزء بتاع النت تاني اللي هو لازم الجزء الاولاني بتاعها احنا هنا في الـ H اللي هو الـ World Vector of Length يساوي 3. يعني عايزين كل كلمة تمثل عندي 3 حرف. احنا كده. فبالتالي خلينا نقول تاني ده المفروض ان يدخل الكلمه اللي هنا بمعنى ثاني المفروض اما الكلمه دي تيجي يطلع معاها عندي كلمات يطلع معاها الكلمه اللي تيجي قبل الضابط وتيجي بعد الضابط حسب الكلمه بتاعها. احنا قلنا فقط تيجي مع مين؟ مع جراس معهم هفكرك بس من ورا شويه في الجمله بتاعتي اهي فاضل قبلها اهو وبعدها فانا عايز اتاكد ان موبيلتي عاليه لو كلمه فاضل موبيلتي عاليه ان هو في معهم في كمان حد ثلاث عندي من دي الفيرز اللي احنا جايبينها للتريننج سامبل. تعالى نشوف بقى كده. ادي الاول سبريت هيخرج فيه من عندك فيكتور كل بروبيلتي زي ما احنا شايفين كده. طوله قد ايه؟ طوله دي نفس الكلمات اللي عندك. يعني الفيكتور اللي هنا ده هو بيزنس اوف ايتش وير في بوكر بروبيلتي مكتوب بيها ايه هنا؟ مرة كمان بروبيلتي ان هي تكون ان كونتكست موجودة في السياق اوف كلمة طاقة تعالى نكمل نفس المثال بتاعنا فاصل اما تيجي مع ذا مو ادي ذا مو اخر اثنين في البكا اللي هم اخر اثنين في البكا. يعني انا كنت متوقع لو كلمه الناس كلها متوقفه صح الاقي الاثنين دول كبار قوي ولاقي الاثنين صغيرين ما هو ده صح 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 ورابينتي مربحها 10 انا عاوز دول كبار قوي عاوز احسب الايرور. طب لو كده ده الوايت انجكتد انا عاوز الوايت انجكتد تبقى ايه؟ بص كده هذا اقول لك الكلمه الاولانيه اقول لك هنا وهنا دي الكلمه الثانيه زي والكلمة الثانية اللي هي فاعل هو أظن هنا وزن كأنه بقول ده الولد في الفضل بتاع ده ده الولد في الفضل في الفضل بتاع ده أعوذ بالله. طب هو اللي طلع ايه؟ طلع هنا 4.3 بدل 1 طلع هنا 4.9 بدل 1 تطرح ده من ده بدل كده تطرح ده من ده واحد هيسأل طب
طب ما هو لا يمكن تكون دي وان وتكون دي وان، الدول السيستم هتبقى كلهم وان، يعني اصل الخالق والنقط بينهم فين؟ تطلع هنا بوينت 5 وهنا بوينت 5 تبقى مش صح. اقول لك انا موافق برضه، انا اللي موافق اللغه مش مشترك كده. طالما المواد اللي بنبص على الفرق هنا بوينت 5 بوينت 5 اذا واحد بيقول بوينت 5 اوكي مفيش مشكله. بس الافهم المواد اللي كبر دي الارض اللي طلعت. طب الارقام دي جت منين؟ ما انا الكلمه الاولانيه دي اللي هي مين؟ بقول لك المفروض التو بتاعي ما تطلعش يبقى صفر مش موجود. هي طلع بوينت 1 2 بعد كده. دي المفروض ما تطلعش بس طلعت. دي المفروض ما تطلعش بس طلعت. هم كلهم نفسهم المفروض هم يطلعوا. بالناس نفسهم المفروض يطلعوا 1 واللي حصل هنا ايه؟ طلعتها بوينت 1 2 وطلعت الفرق بتاعي. وبالتالي الاول اهو الوايت انفكتد بقى وايت 2 الفكتور ده كونه كمان كونه في برضه ده الخطأ في الكلمة الأولانية في 1 في 3 الكلمة اللي بعد كده خلاص حافظينه خد الأرور من هنا ترجع بعد الجوديشن حسن دور وحسن دور وتبقى هيك هتفضل مالي الكاي مالي الكاي لغاية ما الأرور ده تبقى خلي مالي لو بيطلع من هنا ساعتها يبقى معنى الكلام ان الفيكتور ده بيطلع اقل ايرور بالنسبه للكلمتين دول ذاك ودول ذاك ودول يبقى الفيكتور ده فعلا احسن فيكتور ذاك الكلمه الفاصل لان هو بيطلع فيكتور قريب قوي من الكلمتين ذاك ودول واضحه الفكره؟ دي الفكره بتاعت الاستبراج دي ارقام بتبينها شكلها ايه؟ تاخد الفلتر ده تحطه معاك شوف بقى ايه الكلمات التانيه يعني انا مش عارف جمعت كميه فيرز في كل لون الفيرز انت جمعتها في اربع حاجات فيرز وظبط الفلتر بتاعتك كلها ولا طلع حاجه منها الفلتر لونين نبص عليها تاني طبعا واحد يقول لك بس لما تفهم الفلتر مش بتنفع شوف ابعاد الفيرز ده ابعاد الفيرز مش دي الفكره عبد الفتاح لما تيجي تطلع حاجه بتعمل لي شيء هتطلب لك الشكل ده هشوف كلمه كل شيء موجوده في كل حاجه اللي احنا بنقول ده مره كمان ادي كلمه بتاع الفصل ده ده اللي بتقول صح ده عباره عن كام في كام؟ 8 في 1 هنلف هخليك مفهوم يبقى 1 في 8 الدرجة اللي هنا كام فقط 8 في 3 ايه؟ اما تضرب ده بعد ما تخش بعد كام شهور بتعرف اللي هو هيطلع لك لما توقفه هيطلع لك 3 في 6 عشان بقول لك ما تهتمش دلوقتي هو كام شهور ولا عادي مش فكره دول طبعا هيطلع لك 3 في 6 نقطه بس مش 3 في 6 انت بقى توقفه قليل مش فكره طب في النص الثاني ده اللي هو بتاع الخط هنا كان ده الارض احنا عندنا اثنين نفس في الامبيدنج بتاع الانفور وفي الامبيدنج بتاع جيمس كونتكسون ده بقى الامر ده هو الارض بتاعه الحاله من الامر ده داخل ده كان كام؟ 3 1 اهو اول مره دي الجنب بتاع الأرض كام؟ 7 الدنيا مرة حصل حصل 8 8 في 3 هنا قلنا إن بتساوي 3 وقلنا دي بتساوي 8 اللي هو البوكا ب 8 هنا ده الورد ميكس طب تضرب برضه بقى 8 في 3 وهي 3 في 1 هيطلع لك كام؟ 8 في 1 اللي هو البوكا ب 1 اللي احنا عاوزين نطلع بالبابا ده. يبقى ده الموبيل بيشتغل ايه؟ مراجعة كبيرة على الـ
فورس رايت كريمنال. احنا قلنا هنا اظن ده فورس ماكس زي ما فورس ماكس عشان يبقى كل البروبابيلتي مجموعها واحد. فبالتالي انا بضرب لما انت تكمل الاثنين دول تقول لازم يبقى واحد بس سيميلر من دول ودي سيميلر لكيس 2. هما الاثنين مرتبطين ببعض بشكل
طب ماشي انا كتبت ايه كده؟ انا بشتغل على النص يحللك بعض المثال. لو عندك في نص اللوج هيتغير، ترمات مضروبه واحده بس في الظرف تطلع ترمات مجموعه. عشان كده بنفضل نشتغل باللوج عشان نشتغل بالاستيميشن عادي او بالبروجيكشن بتاع اول مجال عربي. أنا مرة ثانية أهو المعادلة بتاعتنا إيه؟ ده البروفيل بتاع الكورنيش جيفن سنتر لكلمة بعينها. طب أنا عاوز لكل الكلمات في الكورنيش. بمعنى إيه؟ إحنا كده اللي عملناه لغاية دلوقتي أنا طلعت probability of who given was. أنا طلعت probability of كانت الكلمة الثانية إيه؟ ذا جيفن باتر طلعتها بالمعادلة بتاعتنا القديمة جدا. حيث الكونتكست بتاعنا السياق كان فيه هو وذا. كنا احنا واخدين لك كلمة يمين وكلمة شمال. أنا عارف بقى البروبيت بتاع اول word in context given كلمة فصل. مش كده عاوز نستخدم الوظيفة بتاع كل كلمات كتير. عملت ازاي؟ لو احنا سمينا دي سميت دي مثلا بي 1 سميت دي بي 2 يبقى ساعتها هتبقى دي عبارة عن بي 1 وتكون بي 2 باعتبار ان هما الانجليزي بتاع بعض. الخمسه ده مش فاهم. راح نجرب في بعض. فان جنرال اهو روبيت اكس 1 اكس 2 غير اكس 3 كل كان ده الكونتكست اللي هي باي حافظ جربهم كلها دي بروبيت اللي انا بدور عليها. انا عاوز ماكسمايز دي الكلمات اللي انت بتسمعها ماكسمايز البروبيت بتاعها. يعني عاوز اقول ار دي اكس حافظ دوت في 1 في 2 في كل واحدة دي لكن في وسط الكلمة أنا بدور في وسط كل كلمة أضربه في بعض أتاكش في كلام ده اللغة هتنفع هنا الجمهور اللي هي اللغة تخليه يتجمع لدينا أكثر شوية بس لا زال حاجة لدينا أكثر مشكلة. أنا هنا ما أتاكش في الماشين ليرنينج أنا متعود على الماي لأني بفاضل وأخلص الصفر وأرجع أشوف هأبتدي بيت ازاي عشان انا كنت من الوقت ده. ايه رايك؟ الحل المشكله دي ازاي؟ عندي الكتاب ده هو ماكس وايز ازاي اشتغل عليه من الوقت؟ نيجاتيف نيجاتيف صح كده؟ نيجاتيف النوت كل كل وايز ده كان ماكس وايز النوت نص اهو ماينس كلام ده كده بقى سميتها ايه المره دي؟ جي وتعرف على الدرس الشمال الشيء اللي هي النقطة اللي بعتها من الموبايل. تعال كده عرفنا اللوج فانكشن بشكل كويس اللي في الفلوس لوج الكلام ده لوج الكلام ده تعمله ازاي؟ البار او المجمع ولوج الاول زي اللوج الثاني زي اللوج الثاني لوج الاول لوج الثاني لوج الثالث ما تصبوش عليهم شرط الله يستخدمهم مره كمان لوج حاجه هتفتح اللوج المقسوم تقدر تبص من الباي ده من تحت اللوج دفعتها زي ما احنا شايفين الكونتكست وورد سي وورد عندك ثلاثه قبلك ثلاثه بعدك مثلا والتارجت هو سي هتعمل ايه؟ أنا أو نيمايز الكلام ده بس لمين؟ للكونتكست وورد أون فور كونتكست وورد أون تنيمايز لكل الكونتكست وورد عشان كده اخترنا من هو في المارك سي إلى سي في المارك اثنين مثلا إلى اثنين لو كانت سي بالثلاثة واحد اثنين ادي الكلمة واحد اثنين هيقول عليه في الدور
مفهوم غير عن كده عرفت اللوج فانكشن بتاعك للاستخدام استهلاك كده بقت الدنيا بقى المفروض فاضل بقى بعد ما اللوج فانكشن عاوز ابديت ابديت ويت بقى بيرجع على الباك جراوند كده كنا بنعملها في شكل التقييم ده الفيشر اللي هو اللوج بتاعها هي الميثود هي الميل تخيلوا كده كده لو الاختصار من هنا دي كنا بناخد الـ Agent ID و الـ Key عكس الـ Gradient اهو Deep Learning Factor ده هو الـ Gradient ده الـ Base بتاع الـ Machine Learning كلير ديستنس كانش عكس الجريدينت كلير ديستنس معين وشوف القديم هيتغير ازاي ده لك استخدام معقد بحته ده اللي هنعمله هنا الويست فول برمجه طب برمجه الجي كفانكشن عرفناها خلاص اللي هي الويست فانكشن بتاعتنا احنا عرفناها من ورا التفاضل بتاعها مش فاضلها شوف هتطلع شكلها ايه التفاضل تمشي عكس الجريدنت ابديت الميثود دي في الاليا دي في هو خلق ويب جديده بتمينيمايز النص عشان بتاعتها اللي هي بتماكسمايز البروبابيلتي ان الكونتكست وورد تبقى تبع الكلمه اللي انت بتكتبها في الترمز ما في ماكس 3 ممكن توصل لخلاص طبيعي الكلام ده لو انت تاخد عشان تبرمج ادي الدبليو دي قبل ما تشوف المثلة دي اول افتكرك بس تشوف ارجع لورا شوية كمان شوية اهي بص كده احنا عندنا هنا انبوت وعندنا هنا واحدة ثانية اهي او بمعنى كده انا عاوز ابديت في اثنين تعطيت واحدة بس وما تقول لنا الويب بتاعت الكلام دي اللي بتشيلها تكمل السنتر وطلعها من الفيكتور اللي تحت والثانية بتشيلها الفيكتور اللي هو مقترح ومطلعها من الوظيفة بتاعت كلمات الصفر أنا عاوز أحط الصفر والصفر يبقى عاوز معادلتي نطلع تاني من البارد تمام ده زي ما تكون ده هل الزمن بتاعك الكلمة وهذا الزمن بتاعك الأرض هم اللي بين تسقط عنه جمع الويس القديمة هي مش الويس القديمة ايش مشكلة شرط الموارد هي شرط الموارد فهي اللي عندنا اللي بيحطوا هم موجودين كلهم هنا بقى هنعمل ايه؟ يقول لك الكلام ده تقدر تصيبه عليه عبارة عن سمنيشن للفيريشن تيرمز بكل كلمات في الكونتكست فورميشن اهو مضروب في دم الست بتاعتك نفس الكلام هنا ده عباره عن الاتش اللي هو الفيكتور بتاعنا الاسترالي مضروب في دي سي عشان تعطيه دول المعادلتين تقدر تقبض بيهم على طول البيت كل حاجه موجوده عندك الاتش موجود عندك في البيت الانبوت اكس موجود عندك الايرور كونكشن ده هنجيب من ايه بقى؟ او بنكشف الايرور ده. اهو بس انا فاضي خالص. هو كده. ده الواي بالنت. اللي طلع منه ده الواي بالنت. طب ايه اللي فين دكتور دول؟ واحد بتاع كلمة ده واحد بتاع كلمة دي ولا العكس بص الاولاني كان بتاع ده ولكن الريزلت طلع الثاني كان بتاع كلمه طب بقول لك انا عايز اللي ثابت من عندك يبقى ده يبقى ده ده اللي احنا بندور عليه حسب الفيرد اللي عندك كان في فيرد من الفيرد الكلمه ده بتاع كلمه ده او الكلمه ده الكلمه ده عشان تطلع ده
الايرور شكله ايه اللي طلعناه المره اللي فاتت؟ اللي فات ده ايه اهو؟ ده طبعا كل دول هنا فولت مايك ليو طبعا عايز الاكل في الفتره فولت موبايل محتاج الاكل ده اللي فات. الايرور بتاع البريدكشن عباره عن ادي كونتكست وورد 1 كونتكست وورد 2 هذه اللي هي كونتكست وورد الاولي اللي هي بتاع ده اللي بتاع جمع الايرور من ثلاث نقط صح؟ دول الاثنين اللي بيتكلموا مع الكلمتين دول طلع ده او ده اللي هو سميشن تراكتس. طب دلوقتي شوف عندك كلمتين جمعت كام سؤال كانوا؟ خمسة وعشرين. ترجع لورا تاني اهو في المعادلة بتاعتك دي عرفت قضيت الجزء هنا ازاي كده احنا خدنا صورة كاملة هي بتشتغل ازاي؟ اتفضل هنا حاجة واحدة نسرع ازاي؟ زي ما كان اسمه ده سريع عشان هو مسكين جراف كان احد شكله ان هو بطيء شوية كده كان بيقول لك قلت له باك اوف كارد اطلع فقط بس كل ما هنطبع على الحاجه الثانيه يسهل. قبل ما نخش على الاستخدام نشوف هو بيسرع ازاي من الاستخدام بتاعه نشوف هي المشكله كانت فين في الشباب ايه اللي بيبطل. بقى افتح اللغه ثاني نبص على البرنامج ده الجرس مش بس طبعا ما تذكرش فبالتالي الايرور بتاع البريدكشن الايرور بتاع الكارد مش في الشباب. نرجع لورا ثاني برضه ستيل دول اللي هو قدام البيت برضه مش دي الهدف المشكله بالنسبه لهم. المشكله في الماء اهي. سوفت ماكس. سوفت ماكس طبعا استفدت فيها قوي هي دي المشكله. انت بتعمل سوفت ماكس بتجمع على اعتبار كل الكلمات اللي في البوكا مش الكونتكست يعني انت قلت الكونتكست بثلاثه ثلاث كلمات قبل ثلاثه بعد حلو قوي لكن البوكا بتاعك فيه 100,000 كلمه فتفتح عن صور 100,000 كلمه كلهم متجمع يقعد بقى كده في الملايين انت بتاع الكلمه الاوليه عليه بتاع الكلمه الثانيه عليه كروس اللي فوق دول اللي هم هم لو السكيب ثلاثه يبقى عندي 6% هات 6 مرات بس عشان اجيب الرقم اللي تحت ده اصلا فانت بتحسب السبمنشن للبوكا كله اللي لو فيه 100,000 كلمه هتخش في الحته دي هنا المشكله. يبقى العوض يحل مشكله البوكا بتاع السكيب يحاول يتخلص من المعادله دي، يتخلص من الصوت ماكس. واضحه المشكله فين؟ دايما المشكله في الصوت ماكس. بس طب هخلص منها ازاي؟ انا محتاج برضه طبعا الدراميتر بتاع كل كلمه من اللي عندي واشوف اكبر الكلمات بتاعت الكونتكست عشان يبقى ايه؟ تعالوا نشوف هنشتغلها ازاي بطريقه بسيطه جدا في الجانب الشرقي. نطلع قدام ايه؟ اهو ده الاستبدال شغل بقى من المشكلة problem in C دي مش ناجحة والبي دي جت منين؟ من السوفت ماكس equation شوف هنحلها ازاي قال لي بقى من شويه اهو المشكله في الصف الماكس الله يسلمك الفاليو في الماكس اللي بتحكي دي تاخد وقت كبير صف ماكس كومبيتيشن فيري اكسبنسيف عمره كان الانتاير بوكا بتاعك البوكا بتاعك كان كبير قوي تاخد وقت كبير نفسي اوربك بتاع البوكا حتى البوكا بتاعك دي مش ايدي اللي انا بحكي فيها بالعكس ده انت بتقول لي هات بوكب كبير عشان تنظف كل الكلمات موجودة عندك هتاخد وقت كتير قوي في التحقيق كل يوم. مثال لو كنت انت جمعت في 10,000 كلمة يونيك يعني البوكب بتاع 10 الهيد اللي جاية 300 بمعنى تاني لو عرفنا دي نقول احنا في البداية تصل كام؟ 300 اللي هيطلع فيه الورد البيجيتال. طب وده كله كان يظهر في الكود ده قد يكون الكود بتاعي يعني بكون 10
طول البناء. اللي طالعين هنا بيقول كل واحد بيقول طلع عشان كده عشان تحكي بقى صف الراكب عشان ثلاثة مشكلة كبيرة جدا. نمبر اوف ويت في الكونتكست انتبه للمدرسة اللي هي دي ورا على كارت يعني 310,000 ب 3 مليون فده 300 دول برضه كلهم 10,000 فدي عبارة عن 310,000 في 3 مليون ما شاء الله يا ليه وبتحكي الشخص ده 10,000 مرة عشان البكرة بس فيه 10,000 تاني فلو كان البكرة فيه 100,000 كده 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 تعالى نقصر المشكلة المشكلة هي أنا في الحقيقة ده مالتي كلاس كلاسيفيكيشن ده لسه تكملة مش المالتي كلاس بتوعي بص أنا عندي 10,000 كلاس ب 10,000 كلمة بحث الرومانيتي ممكن هعرف اعلى الرومانيتي مين يبقى دي الكلمه اللي اعلى واحده طب اللي معناها في الكلام اللي هي دي يبقى الكلمه بتاعت الكونتكست فانت الموديل اللي انت عامله ده هي ده كلاسيفيكيشن ودول انا بكلاسيفاي ل 10,000 كلاس وكل واحد فيهم الرومانيتي بتاعته طب هنا بقى تحاول تعلم الرومانيتي بتاعك اعلى كلمه اعلى ست كلمات عشان الكونتكست هو دي المشكله وعشان كده اضطريت تاني وتاخد ماكس طب تعالى نفكر بره الموضوع لما كنت بتعمل باينري كلاسيفيكيشن كنت بتعمله ازاي؟ كنت بتعمل فوق ماكس؟ لا تعالى نكتبها كنا بنعمل باينري كلاسيفيكيشن ايه رايك؟ بنستخدم ايه؟ اخر بالك كنا بنطلع الاوتبوت ازاي؟ خدوا ليه يا شباب؟ مشينا؟ مش البايكنج كلاسيفاير كان بيقول طلع عجل من الصفر وضربها من الصفر يعني على اليمين ولا على الشمال ثلاث ثواني ولا ثاني؟ هو بيستخدم سيجمويد فانكشن السيجمويد فانكشن ميزتها بتحسب لكل رقم على حسب كل قطشة كم قليل في اليوم بس على حسب بتاعهم زي ما عملنا في الشغل مفيش فرميه وبالتالي لو قدرت تحولها الى باينري كلاسيفيكيشن تبقى صراحة ودي في البداية بتاعت نيرف سامي خليني اسمرايز تاني المشكلة في الاستخدام العادي ان المرحلة النهائية عندنا صفر شوف الوقت اشتراكها رهيبة فتفرض ما البوكر بتاعك بيكبر البديل بتاعك ما تعملهاش مرة تراك سيرتيفيكيشن زي ما انت عارف ما تقولش انا بكلاسيفاي الكلمة دي هي اقرب من 100 في 10,000 دول او اقرب من 1200 في 10,000 دول اقرب من 1500 في 10,000 دول كم واحدة بس ده مرة تراك سيرتيفيكيشن انا عاوز اقول لك انا عاوز اقول الكلمة دي اسمها ايه؟ هل الكلمة اللي هنا دي تبع تيجي تكتب ولا مش تبع؟ لا تكتب يبقى هنا هتكتب الموضوع طيب اللي بتكتبش هنا بتقول هديك الكلمة دي ودي الكلمة معاها في السياق كنت طلعت في الكلمة هديك الكلمة دي وكلمة مش معاها مش معاها في السياق تقول مش تبع بالتالي بص تعالوا نجيب بطريقة كتبوه نيجاتيف ثانية نيجاتيف يعني هديك كمان كلمات مش تبعها اللي احنا عملناه من شويه كنت بديك كل الكلمات اللي هي كونتكست بتيجي مع الكلمه اللي هنا المره دي هديك كلمات مع دي وكلمات مش مع دي والموديل يتعلم من اخر اخر كلام الشغال ده نيجاتيف فاميلي في الانفيتيشن بتاعك فور تيكي تريننج فاميلي ديفاين السنتر وول ماشي نحطها هنا وان ديركت في الكونتكست كلمه واحده بس يعني بتيجي مع الكلمة في السنتر ذا هو الكلام اللي احنا بنعرفه او كلمة واحدة هي سميناها كروس كونتكست
في مصر. وهذه كانت كلمة مش انفرد يعني ما مش معنى مش دول مهمة بتاعتها نسميها نيجاتيف كونتكت سامبل يعني مش معنى يعني الخلاصة بتاعتنا احنا عندنا حاجتين سنسر ويز حاجة تانية وان وورد موجودة في الكونتكت of sensor words حاجة الثالثة ما تدنيش بقى وقت تدني كي و مصر الكونتكست مش ما نجيش الاتجاه بتاعته مش المهم بتاعته الوان دي خدناها فرصة الكي وورد دول خدناها هو كان بيقول لك هو مجتمع سياسي بقى القصه بتاعت النت اللي احنا بنيناها دي الموديل بتاعها الموديل سامبل قوي هديله دي ودي وقول له بربع الكلمه دي تبع السنتر هديله واحده من دول معاك وقول له طلع الكلمه اللي خدناها لك مش تبع السنتر دول طلب الخدشاي بايدر انت فاكر ولا مش فاكر انت فاكر مش فاكر كلمه كلمه وخلاص واحده من هنا اربعه خمسه من هنا والست اللي بيتعلم معاها الكي بعد كده انت بتختار او تدخل واحده مع مثلا اربعه من الشخصيات واحده مع سته من الشخصيات زي ما انت طب ليه ما اخدش كتير من هنا؟ خد بس انا بعمل كده في دلوقتي بس يعني هتاخد مره كتير من ازاي؟ اه اربع خمسه من الشخصيات مره ثانيه تاخد كلمه هو اللي هي واحده هنا في مصر ومعاها اربع خمسه من الشخصيات وخلاص نيجي نستخدم الاسبكت راندملي بمعنى تاني الكلمة اللي انت خدتها هنا في فرصة لازم تكون ويلد الويلد بتاع السنتر لكن فرصة بتاعه طب الولد من ايه؟ اختار مرمى بس بعيد عن الفرصة عندك الدفن مليانة كلمة تبقي بس ما تكونش حاجة في الانتظام بتاع الكلمة تريد السنتر اللي جاء فيه الولد في السنتر مع واحدة فرصة مع كي من الانتظام ده اللي احنا هنعمله. كونتراكت برضه بتلاقي كلمة كونتكشوالز بيز على عدد الكونتكست. يعني مع كل كلمة في الكونتكست مع شوية مش في الكونتكست تكون الجريد بتاعها. مثال كومبوز بتاعنا كان فيه 10,000 ميت وورد. الجوكر فيه 10,000. الام بتاعت ميدل ليجر بتروح دي 300 اما نحسب الويت اللي هنا 310,000 مش حاجه غيرت ده زي مادة كبيرة only when it was selected table of words are updated بس بقى الحته اللي بالاحمر دي مش عاوز ابديت كل المادة دي انا عاوز ابديت الويت اللي ليها علاقه باللي انا بتحملها الكيبل اوف فورورد انا عندي كي نيجاتيف 1 بلس فهتحسب 300 في كيبل اوف فورورد بدل ما في 310,000 ده رقم كبير جدا 310,000 3 مليون ده اللي هي طيب لو واحد بيقول كده تساوي 4 4 كلمات كده يبقى كده مثلا 5 مليون وهتضربهم بالليل تضرب في 6 مليون تطلع كام؟ 1500 مليون فانا قضيت 1500 بدل ما قضيت 3 مليون انت خرجت 3 مليون دوت وحطيت الماكس اللي هي موجوده في النص كده ده ممتاز حاجه ثانيه انا شغال باينري كلاسيفيكيشن يعني مش هستعمل خط الماكس هستعمل الموي الدنيا اسرع قوي عشان كده نيجي نستخدم هو تقريبا ده المعتمد لو انت بتتكلم في سكيب جراند ما بعملش في الطريقه التراديشنال اللي هو في السيبرام العادي تعرف تاخد منه الاكسامبل الاحسن ناخد مثال دي الكوشه بتاعت الابديت بتبقى صغيره جدا الابديت بتاعت الشغل الموقع 13 وخدنا كتير 3 ثلاث اربع عشر 10 10 ثلاث كمان لابس 10 عشان الاكسامبل يتركب
واحد في الثلاثة. يبقى أنا عندي تريبل سلابل أربع كلمات، تفضل تريبل في الثلاثة. دبل أوت دبل أوت أهو. واحد اثنين ثلاثة 11 واحدة. وتكون ثلاثة عشان يبقى تحت. أدي مثلا ناقص أربعة وثمانية عدد. لازم تركب خمسة في البيت. تي اتش تي سوميشن بتاع الدول اتش. كنت بطلع الأرض من تحت ده الستيب بلان العادي بنسميه فانيلا. طب لو عشان انا جبت الثمانية بص معايا دي هي مفتاح لي اللي هو السويس او اللي هو الملقب بقى حطيت. بس المرة دي هاخد ابديت لمين؟ بص كده عشان ابديت لكل دول اللي حشر في النوم ابديت بس اربعة اللي هم ثلاثة من هنا وواحدة من هنا اهو. دي بوصل ده ودي الثانية بس. طب راح ابديت اهو حطيت دول. طب ودول ما خلصش ابديت انا مش عايزها. انا كل اللي بيهمني الاربع كلمات دول الويب اللي بتاثر في الاربعه دول ده اللي بيعمل له ابديت. ده مش فاكرين معايا شحن شحن كتب خالص. هذا انا بضرب هو 12 مع 10 3 زي ما قلنا. فانت كده فتحت شفت بقى قوي من لها تقدير يبقى ايه مش هتعملوها. وفرنا كتير جدا. هي دي الفكره بتاعت ان الاسلام يعمل ايه؟ بس احنا بنستجمويد هنستجمويد يعني اقدر من نقطة رو اقل من نقطة رو مين مش هيك بس اكتشف الاستجمويد ده الاستجمويد ده اتلانش اللي انت عايزه. إذا فين كان في الجرام بوكس إذا زي كده بيجي شغلان كده اسمه فراك البيض بتاعك هو الورد في السنتر مع أدي فين ورد في السنتر مع أنا ليه ورد في السنتر مع أنا ليه الثانية ورد في السنتر مع أنا ليه الثانية. هذه تريد الثانية من تحت كرر الكلام ده في كل كلمة في النص خد معاه واحد نص وهكذا وتحولت المسألة إلى بايونيك انفستيجيشن. مرة أخيرة دخل الاثنين دول على الموديل كلمة سيرفر واحدة بتصفر وتقول له المفروض تطلع ايه؟ الأول مع أربعة ونص هتدخل ليه؟ مع واحدة ونص مش عارف الثانية اهي نفس السيرفر مع كلمة ايه؟ تقول له المفروض اللي خارج من الموديل بتاعك يبقى أقل من النص اللي بتصفر يبقى أقل من النص وقطع نفس كل الكلمة هو هي تسليم مش مشكلة. لو موبايل الاكسسوار تعبان اللي بتصفر يمكن سريع طبعا فكرة عقلية الأول بيت من السنة فقط في جدا في الأبديت تقدر يهرب من السوشيال ميديا تشتغل بالتكنولوجيا العادية وهكذا. شكل المونيتا بص معايا عشان هذا الكلام ده التارجت ما بتخش هنا بنخلها زي هنا او هوت انكودد الكونتكست ورد بيخش هنا تارجت 1 اوت انكود التارجت ورد اللي هي تخش بيها تاني ستاند اول والكونتكست ورد اللي هي الكلمات اللي موجوده في السياق هنا عند المنطق زي اللي فاتت بالظبط هيبقى هنا الامبيدنج بتاع اللي يعني في البيدنج ده يمثل ده هنا ده في فكره امبارح برضه ده يمثل ده بعدين هنا كلمه كتير اهو كلمه كتير عشان كل واحد يحس كده طلع بس اللي بيه وطلع بس اللي بيه دول بروك قدروا بيتكلموا في بعض دول بروك هيمثل ايه بالنسبه لي؟ وفايل سيميلاريتي اهي A دوت B تساوي A B وفايل سيميلاريتي دوت برودكت تم التفاعل سيميلاريتي بتاعتنا خد بقى بتسالوا على سيجمويد احنا هنطلعها انت واحد من الاثنين انت تابع ولا مش تابع؟ الكلمه دي تكون بتاعتي ولا الكلمه دي نيجاتيف بس؟ بسيطة جدا هتدخل البيت بتاعك هنا خلاص
عملت فريمنج تاني واحده هنا واحده هنا بتكرر الكلام ده لغايه ما تخلص كل الامتحان اللي عملته. رابع شيء ان احنا فاهمين لو احنا كنا فاهمين الجمله بتاعتنا فيها نقول مثلا مين؟ تم مين؟ ورد عندي 10 سنين يعني الجمله بتاعتك الكونتكست بتاعنا بيساوي 2 يعني ياخد الكلمة اهي قبلها كمين وبعدها كمين دول هما اللي كده بيظبطوا يعني كلمة بيظبط عندي 4 هاخد ك بتساوي 5 يعني 5 نيجاتيف 5 السؤال ده عندي كام بيت عشان اسلم الولد بتاعي حد يجاوب هاو من يجاوب يا شباب عاوز اطلع عشان اشتغل عليهم كلهم يعني ولا على واحده بس؟ اما انا فين؟ بجهز الفيلم بتاعتي. بجهز الفيلم المره. عشان كام بيت انا فين اسلم بقى المره دي. اوكي. انا فاكر ان احنا موضوع الفيلم كام بيت كده؟ انا معايا كونتكست وورد 2 يبقى انا معايا 2 قبل و2 بعد اصلا لكل كلمه ف دول كده 4 بيض لكل كلمه وعندي 5 بره يبقى 5 لكل كلمه برضه ورا كونتكست ما عدا الحاجات اللي هتبقى في الباوندري بقى يعني هتبقى اقل سيبنا من الباوندري يعني خلينا اهو نجلس خلاص يبقى كل واحدة عشان اترين هتبقى عندها 9 بيت تطلع 10 في 90 دي تمام خلينا نفيجواليز الكلام ده عشان واخد بالك انا عندي ادي كلمة دي في السنتر اهي واخد معاها واحدة فقط فقط هذه الكلمة اللي في السنتر اهي اخد معاها نيجاتيف 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 انا عارف كم نيجاتيف 5 نيجاتيف كده نقول كام؟ 1 2 3 4 5 6 هذه 6 بيت انا كده خدت كام واحدة من الكورنكس؟ كنت عندي 4 كلمات ضربت 1 2 3 4 انا كده خدت هنا 1 word from context اما احب احط بقى كلهم 6 اللي هم دول 3 4 context words يطلع كام 24 24 ده لسنسر واحد بس 4 1 سنسر واحد يعني احنا مع كل واحدة في الكونتكست هناخد 5 مختلفين في النيجاتيف ما احنا اتفقنا هناخد واحدة بوزيتيف وخمسة مختلفين نيجاتيف عملت عليها تاني نقطة عليها ده كنت متأكد اهي نقول في السيرفر خدت معاها واحدة بوزيتيف خدت معاها 1 2 3 3 بس لما اجي اخد واحده ثانيه في نفس الكونتكست هختار ثلاثة ثانيين او راندم ومعاها ثلاثة او ثلاثة ثانيين وهكذا يبقى كده بقى عندنا ستة لنفس السلسلة مع واحدة من الكونتكست انا واخد اربعة كونتكست شوف اثنين عندي اربعة كلمات بقيت 24 طب انا ما بقولش عندي كام كلمة احطها في السنتر نجلس في الباوندري يا سلام عندي 10 بعدين كده عندنا 10 سنتر في 24 يعني 240 بيكسل هذه التريننج اللي انت بتجهزه تدخله على الموديل بتاعك ده كلام جميل طب ده السؤال اللي بساله السؤال
السؤال لما بتسأله فين الورد فيكتور مضارع؟ طب عادي الورد فيكتور بتاع السنة مش كده؟ كم بقى الفرد بتاعك اللي السنة بس فين الورد فيكتور حاجة منين بقى؟ في المرد بتاعك مش كان هدفنا؟ أنا هدف في الآخر طلع فيكتور بس كل كلمة هجيب الورد ده منين؟ المفروض ان احنا بقى كومبينيشن بتوع التغيير الدكتور في الاربعه هو بيطلع لي الكلمه اهو انا شايف بيقول لي انا اهو بص اهو هو ده مش ده بنفس الكلمة دي اهو وده بشكل حالي بيطلع لي الكلمات الصح والله مع الكلمات اللي تبع اللي بيطلع لي هنا والكلمات اللي نجد اللي مش تبع تطلع لي دي يبقى هو ده احسن واحد في الكلمة دي بعد ما خلص تريننج خالص ناخد ده بتاع الكلمة اللي تسمع او نرجع لها تاني بعد ما عرفت فين الموديل بتاعك فين كل الكلمات اللي عندك دخل اي كلمة هنا وقف بالرقم وصرح يعني طب وده مش عايز اتحكم بدفع كلمات مره فوق مره دي مع فوق مش عايز انا جميل بقى دخل كلمه هنا واضحه من طلع جنبها فوق من الفريم موديل واضحه فكره بيشتغل ازاي؟ ان فعلا لو انت خدت جزء بعد كده واستخدمت ده وطلع صح تعال نبص على الكلمه اللي قلناها كده بس It would be fair, correct, and correct. What's good? Both words are part of the bidding layer. Here is my brand. And I'll ask, how will you describe the brand? We will pass you the base type. Not a center, not a poster, it's a panic. It's correct, the other thing will be, what is the result of the data? The word is bidding. The word is that center will go to the negative. أرقام تجرب لير يحسب بدون بروبر يجيب لك سيميلر بتاع الاثنين السيجمويد هتقول هو تبعي ولا مش تبعي تحت بالنص بتاع الطريقة العادية مين سكويرد ايرور لوس طب ليه بحسب مين سكويرد ايرور لوس بتاع التريننج ليه مش لوجيستيك او لوج لوس او كده ايه رايك؟ الحل الثاني ده ليه مين سكوير ايرور لوس؟ ده لان انا بستعمل سيجمويد فانكشن فالمثال سيجمويد بيشتغل بمين سكوير ايرور لكن اللي بيشتغل او بيحسب الاوبن بتاعه بايه؟ طب السيبوت بيستخدم ايه؟ سوفت ماكس سوفت ماكس بيشتغل باللوكلوس اللي هو اللي علاقه بالبروبيت لكن هنا لا اشتغل بالسكوير بتاعه طبعا ده يقدر جدا من الدنيا ادي شكل المودل اهو لو عاوز اتفرج على شكل يعني فالانتقاط بيطلع من الكيلو في حاجة دي قال لي كام هنا وهنا في البيلينج اهو 100 و 100 لو عاوز يبقى 100 يعني ده اللي انا هاخده بعد كده هاخد ده مش هاخد ده ده دي لي شيء عشان اعرف تعمل الباب اللي انا بقول الموجة هتطلع بنت ادي شكل البيلينجيشن كل السيكونشن تعمل البيلينج فاين البيلينجيشن كل سيكونشن بديت بشيء كوبل بيت دي لا كل واحده منها واخده واحد من اللي عنده هو بيت فدخل اثنين تيرز واحد على الاولاني والثاني على الثاني بعد كده الموضوع بتاع السيكونشن اهو عمل مير ميد البيت دوب 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 حسب البيت طلع الابلكيشن فورم سيجمون حسب الابلكيشن
الكوباية اللي وصل بتاعه عمل ازاي دي مش فاكرة. بص ما ادري بقى حاجة ايه تحب اللي انت عايزه. قول له اشتغل ده بس قلت لك ايه اللي طلع عمل دي نفس الستيب اللي احنا قلناها من شوية تخليها لك عشان ما تنساش يعني. اخر سلايد بعد ما خلص رد هو السبرينج سيميلر ورد تو هاف سيميلر ويت يطلع سيميلر يطلع السيميلر اللي ما بينهم والكم برودكت يطلع حلو جدا يطلع برضه واحد فكده الدور بتتعلم صح يعني هو كده بيظبط نفسه على الحاجات اللي زيهم بعضيها تو فيكتور قريبين من بعض تو جيت ورد امبيدنج للفوكابلري بتاع الفوكس كله كل الإمبيدنج من الورد ورد امبيدنج اللي هي تاخد من دي ماشي من دي لان دي كان داخل عليها ستارت يو ستارت ورد امبيدنج ورد كونتكست ورد امبيدنج كده هخلصها طبعا لو حد في حاجه بتفهم من الدرس ده كده فاكر فاكر المنظر اللي بتاعنا ثاني ان شاء الله الله جاي عليك اسايمنت عليكم بس تكونوا تاخد اسايمنت تحليل مجرد نعمل الكلام ده تمام. انا بس عامل سؤال صغير احنا انا فهمت الموديل وفهمت احنا بنعمل ايه في الموديل ده بس في النهايه احنا الامبيدنج او التارجت وورد الامبيدنج بتاعها بس واستخدمه بقى في موديل الثانيه بحيث ان ده اللي بيعبر عن الكلمه ولا انا عايز استفاد ايه من الموديل ده؟ ايوه طبعا كلامك صح يعني بتقول انا فكري عايز نشتغل مع بعض اما كنا بنعمل وان هو بعد كده بتتكلم الكلمات اللي عندك كلها هيك لكل كلمه من فوق بتطلع لها بيت تقول على طول من فوق لغايه اخر واحده اهو تقول كلهم من اولها بعد ما خدت جنوبي كلهم يوز ان اي ابلكيشن من لسه حتى مستخدمين دلوقتي في الموديل بتاعك او بحث الكلمات في حساب الهوست دي كانت اول طريقه اللي هو الهوست اللي احنا بنعمله دلوقتي يبقى كده ادي نفس الكلمات اهي كل واحده بتقول لك اختصار بيكسل البيكسل الواحد بيبقى طوله حسب الترانسفورم قد ايه ده البيكسل اللي بيكسل اقول لك نفس الكلام تاني برضه يقول الجيني ابلكيشن فطب عندك ابلكيشن بتاعك الامبيدنج بتاع الكلمات عشان بعد كده اجيب الامبيدنج بتاع الجمل عشان تضبط مع عشان اللي انت عايزه بدل ما تستخدم الجمل بمعنى اخير انت ممكن تخش مثلا على جوجل نيوز تعمل داونلود الورد ده بتاعها هتلاقي جدول كبير كل كلمه والجدول بتاعها هو عنده فيكتورين في واحد فيهم 100 شويه شويه واحد فيهم 300 احنا تعليقا بنلعب بدون لغه بنحكي لكن عندي كل كلمه اللي انا بكتب بيمثلها خلاص لو انا عايز اجيب كلمه شوف الكلمات الشبيهه بيها فين شوف الفيكتورز اللي عندك ديك السيميلات اللي بينهم بتاعك سمسم ده شبه بعض ولا لا؟ وخد عندك ابلكيشن كتير، هشوف الكلام ده ان شاء الله بعد كده. واضحة؟ اه تمام، شوفها بقى. في حد تاني عنده اسئلة؟ لا تمام يا دكتور. الحمد لله. الكلام ده من اساسيات الـ NLP. ما انت عشان تعمل أي حاجة لازم تعمل ورك بس أو لازم تعمل انكودنج للتكست الكلمات بتاعتك. فقدم طريقة الانكودنج بتاع الكلمات. في طبعا حاجات تانية مختلفة هنبص عليها يمكن المرة الجاية إن شاء الله. بس دي حاجة أساسية في الانجليزي. طبعا في حاجة تانية برضه هنحتاج نبص عليها شوية. ما أعرفش اشتغلت بيها ولا لأ قبل كده واشتغلت بيها لغاية فين يعني. لو أنا عايز أعمل بسم الله الرحمن الرحيم. ليجوال اكسبريشن. ليجوال اكسبريشن مهمة جدا عندنا في البري بروسيسنج والحاجات التانية. فهنبص برضه بصة كده على ديسك اكسبريشن بس بذمة شويتين.
يعني طبعا لو انت ما عملتش بريد بروسيسنج صح ما دنيا على بريد بروسيسنج غلط هيطلع كلام غلط. فانت في بعضنا اشتغل شويه ريجولار اكسبريشن عايزين ناخدها في البيت شويه ان شاء الله باذن الله. لو فضل بس الفيديوهات الموجوده على القناه او حاجه شكلها مخفيه مش ليستد، فلو بس ممكن حضرتك تبص عليها. الفيديوهات موجوده بس مش في بلاي ليست يعني، لكن موجوده بتتابع عليها خالص مترقبه 1 2 3. وانا برضه هحاول انزل لكم بتوعنا بتوع المره دي نحط برضه بلاي ليست محمود ودي 23 اسبوع كده. شكرا يا دكتور. اي يا شباب ذاكروا كويس، المره الجايه ناخد بقى شويه اسايمنت عشان هتسلموهم ان شاء الله باذن الله.